للموجودين مثلا الاعلاميين اللي تصرفوا هذا التصرف المطار. يعني انا زين منو الاعلام اللي تصرف؟ قنوات فضائيه لو وكالات قنوات فضائيه معروفه اسماء، يعني مو قناه عاديه. اقول له فوت من يمه لابس يعني الميداليه، فوت من يمه شنو هاي؟ ولا يباوع لي ولا يعبر لي. نظام خجلت من نفسي، استحيت. قلت انا صار لي 28 يوم متغرب عن اهلي، وهاي هيك الوضعيه هاي. خضت جنطتي والله شاهد، لقيت عائلتي برا شافوهم الولد، اهلي وعمامي كلهم محتفلين به، سيارات واعلام. يعني انا شويه رجعوا لي حتى صعدوا شويه من المعنويات. نكون منصفين، انا احكي لك للامانه، مجله المشاهير اخذتنا كلنا كلنا صحيح. وشكو شيء صرحنا به طلعوا ولا قطعوا شويه الا البقيه، وزائدا صور حتى نشوف الا البقيه. يعني ما شاء الله، يعني صراحه احكي لك هسه شغله انا صرحت بها البارحه، وهسه اريد اصرح بها من خلالكم، ويمكن الولد مؤيدين لهذا الموضوع، ونفس الفكره تقريبا بدات تصير عندهم. كل احنا بخلال مسيرتنا كابطال اجتنا عروض من اكثر من دوله، خاصه انا احكي وياك، كان لعبه المبارزه اكثر شيء احنا نلعبها باوروبا. فاجتني اني ويدرون الولد، اجتني فرصه بولندا، وجتني فرصه بامريكا، وجتني فرصه فرنسا. بس اني عز علي انه اني وصلت مستوى انه اعوف بلدي واروح ابثل بلد اخر. يعني عز عليك ترفع غير علم العراق؟ جدا. لكن اللحظه اللي طلعت منها من باب الطياره وشفت اللي شفته، قلت يمكن هاي اخر سنه مثل بها العراق، واذا بقى الوضع على ما هو عليه يعني احنا لازم نشوف لنا حل، لان حرامات عمرنا راح. انت تعرف هذا جهد سنين احنا اليوم استثمرناه بالبارالمبيات، كل هاي السنين اللي احنا منتظرين لحظه البارالمبيات، وتجي وتحقق بيها انجاز وبعد معاناه، حتى شويه لربما تغير من وضعك الاقتصادي، لربما يلتفتوا لك يعطونك مثلا قطعه ارض، يعطيك فالتكريم يليق بيك وبانجازك، تجي مثلا على الاقل مثلا تلقى فد شيء معنوي. لقينا فد شيء انه خلانا نعيد الحسابات كلها، وندمنا على انه احنا ما وافقنا على ذاك اللي انعرض لنا، وهذا ممكن تسال كل الرياضيين. تمام.